السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. أكد رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين بابكو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة أن الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية الرامية إلى النهوض بأداء القطاع النفطي. وقد أوضح الشيخ محمد للنشرة الاقتصادية أن أزمة تراجع أسعار النفط واستمرار تبعاتها الإقليمية والدولية خلقت العديد من الفرص لمختلف القطاعات وتهيئ الأرضية المناسبة لإطلاق المزيد من المشاريع بجدوى اقتصادية عالية. وقد بين الشيخ محمد أن البحرين مقبلة على تطورات كبيرة في قطاع النفط، تأتي على رأسها تطوير مصفاة البترول واستكمال تحديث خط أنابيب بين البحرين والسعودية، إضافة إلى إنشاء مصنع غاز جديد تابع لشركة غاز البحرين الوطنية بنغاز. ومع الوقت كانت بابكو دائما في تطور مستمر، تطور من وحداتها، ترفع الكفاءة البيئية، ترفع الكفاءة الإنتاجية فيها. يعني 2015 رغم هبوط أسعار النفط واستمرار الهبوط في هذه السنة، إلا أن هامش الربح كان جيد، وكانت 2015 سنة جيدة في نتائج بابكو لله الحمد، لأن الشركة تعتمد على هامش الربح، تشتري النفط الخام بسعر السوق وتبيع المنتجات المكررة مثل الغاسولين والديزل والجت فيول والكيروسين إلى آخره.